ألف حمد لله على سلامتك، ونطمن عليك دايما إن شاء الله دايما. يا الله هو الحمد لله بخير، وأطمن مشاهدينه ومحبينه، ويمكن ربنا عمل كده عشان فريد شوقي يشوف حب الناس، مدى حبهم ومدى تعلقهم بيه. ومش قادرة أقول لك كم المكالمات والمعجبين اللي كانوا بيبكوا في التليفون، ويعني حقيقي هي كل يعني يمكن هي طبعا غلطة، بس أعتقد أنها كانت يعني لتوضيح مشاعر الناس لفريد شوقي. هو الحمد لله كويس، هو دلوقتي في مرحلة العلاج الطبيعي، لأن طبعا ده كسر فلابد العلاج الطبيعي، لكن القلب كويس وكل حاجة كويسة الحمد لله رب العالمين. بالتأكيد كانت صدمة كبيرة جدا، لكن الحمد لله يعني ربنا ستر وربنا يديله الصحة ويخليه لنا يا رب. وطبعا بنطمن كل جماهيره وكل محبيه في مصر وفي الوطن العربي كله وفي العالم كله كمان، لأن فريد شوقي علامة من علامات الفن المصري البارزة جدا والمهمة جدا، وأكيد صحته تهم كل محبيه، فبنطمنهم والحمد لله.